بعض الحكام منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذا يفضلون الخدم على الأصدقاء، ويحبون العبيد ويكرهون الأحرار، ويفضلون صحبة المنافقين عن رفقة الصادقين. الخادم المنافق العبد سهل القيادة، مريح في المعاملة، خال من أسباب التوتر، لطيف حبوب. ذات مرة سألت مسؤولا عربيا أعطاني الأمان في أن أطرح عليه سؤالا شديد الصراحة عميق الخصوصية: سيدي، الجميع يتفقون أن فلانا الذي يعمل معك هو إنسان سيء، غير كفء، فاسد، لذلك جميعنا نتساءل لماذا ما زلت تقربه منك وتحتفظ به في فريق عملك؟ ابتسم المسؤول رفيع المستوى وقال متسائلا: يا أستاذ، هل تعرف شبشب الحمام المصنوع من القطن والذي يوجد في الفنادق الكبرى؟ استغربت السؤال وقلت: نعم أعرفه، إنه مريح للغاية. قال لي: بالضبط، شبشب الحمام مريح للغاية، هكذا رد سيادته. لذلك عليك أن تتخيل أن فلانا هذا الذي لا يعجبك ولا يعجبهم هو بالنسبة لي مجرد شبشب حمام. يعني إيه سيادتك؟ قال لي: طري، طيع، مريح، تستخدمه حين تريد، قابل للغسل، يمكن التخلص منه في أي وقت بسهولة. نظرية العبيد هذه حذر منها المتنبي حينما قال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. في بعض الدول لا يكفي أن تكون صديقا مخلصا، صادقا للوطن وللنظام، ولكن المطلوب أن تكون عميلا مسلوب الإرادة، مجرد أداة تنفيذ لرغبات من في السلطة. في تلك الدول غير مسموح لك أن تبدي رأيا مخالفا، حتى لو كان في غرفة مغلقة أو في رسالة شخصية. في تلك الدول ليس مسموحا أن تكون ناصحا أمينا وطنيا للحاكم من أجل الإصلاح والتقدم الإيجابي. في هذه الدول لا يدرك الحاكم أن قبول النصيحة الصحيحة في النهاية سيعود عليه وسوف يدعم حكمه، بل ويعزز مصداقية النظام. نتيجة لذلك يصبح تصنيف النخبة إما عميل مسلوب الإرادة أو عدو، لأنه يفكر بشكل مختلف. أريدكم أن تتذكروا جيدا أن جزاء بعض الناصحين المخلصين للنظام كان إما الحبس أو النفي أو حتى التصفية الجسدية، بل وتشريد واضطهاد عائلتهم ومصادرة أموالهم. هذا ما فعله هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، وماو تسي تونغ في الصين، وكيم إيل سونغ في كوريا الشمالية، وآل الأسد في سوريا، وعلي صالح في اليمن، وآخرين غيرهم. من هنا أصبح متوفرا في علم السياسة العربية مصطلح جديد: شخصية الشبشب السياسي. وبالرغم من أن الله كرم بني آدم وميزه عن غيره من كافة المخلوقات بنعمة العقل، إلا أن الإنسان الشبشب منزوع العقل، فاقد الإرادة، المشحوم بالنفاق، القابل دوما للتزييف والكذب والافتراء لإرضاء سيده، هذا الإنسان أصبح موضة السياسة في هذا الزمن العصيب. من هنا يمكنكم فهم العقاب والاضطهاد والظلم الذي يلقاه الصديق الحر الصادق من بعض الحكام على مر العصور، ويمكنكم أيضا فهم التكريم والتقرب والمكافأة والتي يتحصل عليها الخادم العبد المنافق، ليس لكفاءته أو إخلاصه، لكن لكونه ببساطة ارتضى أن يكون مريحا راحة شبشب الحمام في قدم الحكام. فاتني أن أذكركم وأذكر نفسي ببقية مقطع شعر أبو طيب المتنبي: ما كنت أحسبني أعيش في زمن يسيء بي فيه عبد وهو محمود. فاتني أن أخبركم أيضا أن المتنبي قتل لأنه رفض أن يكون شبشب حمام للحاكم. وفاتني أنا أخيرا أن أخبركم أن من كتب تلك المقالة بالحرف من 48 ساعة فقط هو شبشب الحمام عماد الدين أديب. الله غالب.